أسبوع الآلام هو أقدس أيام السنة. إن كان كل يوم من أيامنا ينبغي أن يكون يوما مقدسا، فكم بالأولى أسبوع الآلام وهو أقدس أسبوع، لدرجة أن الإنجليز يسموه The Holy Week، في الأسبوع المقدس. وحسنا أن يكون الأيام المقدسة مش بس أيام الأعياد وأيام الفرح، إنما أيام الصوم أيضا. والمسألة بتتدرج معاكم في طقس الكنيسة، الأربعين المقدسة وراها أسبوع الآلام، وقبل منها أسبوع تمهيدي من أيام عادية لأسبوع تمهيدي للصوم، للأربعين المقدسة لأسبوع الآلام، بتتدرجوا شوية بشوية لغاية ما تصلوا إلى العمق. وما فيش شك ان اقدس يوم في اسبوع الالام هو يوم الجمعة الكبير، واحنا مفروض من دلوقتي نستعد لهذا الاسبوع لكي نجني منه ثمارا روحية، او ناخد منه خزين روحي ينفعنا في باقي الايام. فإزاي الواحد يسلك في أسبوع الألم؟ عايز أقول لكم إن عندكم من النهاردة في أربع أداديس مشهورة جدا، القداس بتاع جمعة ختام الصوم آخر يوم في الأربعين المقدسة، فيه قنديل بتتمسحوا بالزيت فيه، وقنديل على أصول بالسبع صلوات الكاملة بكل الأواشي آخر تمام، وعندكم القداس بتاع يوم حد الزعف ومعاه الجناز العام، ومعاكم القداس بتاع خميس العهد اللي على نسخه كل قداسات السنة، وعندكم قداس سبت النور، وبعدين العيد. فاللي يفلت منه قداس ما يفلتش التاني، واللي ظروفه ما تسمحش في قداس ظروفه تسمح في الباقي، فرتبوا نفسكم كده. أول حاجة رتبوا نفسكم للتناول في هذه الأيام المقدسة بتوبة صادقة أمام الله، واعتراف صادق أمام الله، وعزيمة قوية على أنكم تسلكوا حسنا. مش هفاجئكم أنكم بكرة توبوا عندكم الأيام دي ترتبوا نفسكم فيها، كل واحد يغربل نفسه كده ينزل من الحاجات اللي ملهاش لازمة ويستبقى الحاجات الباقية. اجلسوا مع أنفسكم جلسة لمحاسبة النفس، تكون جلسة قوية وصريحة وما فيهاش مجاملة وما فيهاش بر ذاتي، وتدينوا ذواتكم وتستعدوا للتوبة ولتغيير الحياة. دي نقطة. تاني نقطة عايز أقولها، الذي تستفيدونه في أسبوع الآلام ما تضيعهوش يوم العيد أو يوم شم النسيم. زي واحد بيربي كتاكيت تاكلهم العرس، مش ده اللي بيحصل؟ أسبوع ألم على الآخر يروح في الفسح بتاعة شم النسيم وفي الأفراح بتاعة العيد، وكأننا ما عملناش حاجة، كأننا ما عملناش حاجة. زي واحد بيزرع زرعة ويجي يحصدها الشيطان،
مش معنى كده ما تفرحوش، افرحوا في الرب فرحا مقدسا، لكن تكونوا حريصين على عدم الانحلال لا في النفس ولا في الجسد في ايام الاعياد، وبالتالي في ايام الخمسين انهم فرسيهم في منتهى الحرص. مش تقول حرص في اسبوع الالام وبعد ما يخلص اسبوع الالام يقول يا رب خلاص بقى مالكش عندنا حاجه ناخد راحتنا. لا، راحتك في الرب، راحتك في ربنا مش راحتك خارج منه. طيب ازاي بقى تسلك في اسبوع الالام؟ ينبغي ان يكون اسبوع الالام اسبوعا مثاليا، اياما مقدسه مثاليه. كنا زمان واحنا شبان صغيرين بنعمل حاجه اسمها اليوم المثالي، يعني يوم يكون في حياه خاصه كده غير بقيه الايام، الواحد فيه اكثر حرصا، صلواته فيه اكثر عمقا، ضبطه لفكره مظبوط، ضبطه للسانه مظبوط، سلوكه في معاملاته مظبوط، يوم مثالي ايجابيا وبعدا عن السلبيات. ده اسبوع مثالي بقى تسلك فيه مظبوط. بقدر ما تبني نفسك في هذا الاسبوع بقدر ما تقدر تحتفظ بخزين روحي لازم ليك. لازم يكون اسبوع الشركة مع الام المسيح. بولس بيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة الامه، تشترك في الام المسيح. ان ما كنتش بتقدر تشترك بانك تتألم زيه، على الاقل اشترك معه بمشاعرك، يعني خلي مشاعرك مع المسيح طول هذا الاسبوع. اديك بتقابل ناس كتير وتنشغل بناس كتير طول السنة، خلي لك اسبوع تنشغل بربنا لوحده كده، تستفرد بيه. عارفين يعني ايه تستفرد بيه؟ يعني تختلي بيه كده. ولذلك من احسن النصائح لهذا الاسبوع المقدس الاعتكاف والخلوه والبعد عن التشتت وسط الناس وعن الافكار الكثيره التي تاتيك من شرق وغرب والمشغوليات الكثيره والكلام الكثير والاحاديث الكثيره والمناقشات الكثيره. ما تضيعش نفسك، قل له يا رب انا عايز انشغل بيك هذا الاسبوع. التلامذة يقولوا طب والمذاكرة؟ هقول لهم زي بعض، واجباتك اديها، شغلك اديه، خلي وقت فراغك مشغول بربنا. ابتعد عن اللقاءات التي لا تبني، ابتعد عن الاحاديث والمناقشات التي لا تبني، ابتعد عن مسك سيرة الناس والحكايات، ابتعد عن الانشغال بغيرك وتقصي اخبار غيرك بيعمل ايه وفين ومين معاه الى اخره. ابتعد عن الحاجات دي وخليك قاعد مع ربنا. شوفوا ربنا لما قعد مع موسى اختلى معاه على الجبل 40 يوم. تصوروا لما موسى يسيب اكتر من 450,000 تحت قيادته ويطلع كده يسيب الشغل ده كله ويقعد 40 يوم مع ربنا. لا قاعد يفكر يا ترى الولد جرالهم ايه ولا بيعملوا ايه، وان كانوا لخبطوا يعني نزل لقاهم عاملين عجل ذهب، لكن قاعد مع ربنا، انفرد بربنا. ألذ حاجة في الروحيات هي الانفراد بالله، تقعد معاه كده لوحديك وكده زي ما موسى قعد مع ربنا 40 يوم، وزي ما ربنا قال لابراهيم، قال له اخرج من اهلك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك وقابلني هناك في الجبل الذي اريد، تعال معايا نقعد لوحدنا هناك
وهناك أباركك وأجعلك بركة. وهناك إيه؟ أباركك وأجعلك بركة. طول ما قلبك بتديه لناس كتير مش فاضي تنشغل بربنا عاطفيا. حاول انك انت ايه؟ تعتكف. ان ما قدرتش تعتكف ومش لاقي مكان تعتكف فيه، على الاقل السمر، السمر الترفيه، المتعه، الجرايد، المجلات، الحكايات، الكتب، الاذاعه، التلفزيون، الفسح، دي مش بتاعت اسبوع الام كل ده. يعني يا ريت لو كان عندك تلفزيون في بيتك تحبسه في الباب، تسلفه للجيران، تأجره، تحطه في صندوق وتقفل عليه وتطور مفتاحه. المهم انك انت تنشغل بربنا شويه. اللي عايز انصحه لكم في اسبوع الالام، انك ما تكونش في الكنيسه بطريقه وبره الكنيسه بطريقه. في الكنيسه اسبوع الام، الهيكل مقفول والستائر مزدلع عليه، قاعدين خارج المحله، الستائر السوداء، الالحان الحزينه، سكتات يجوم، اخر اشتراك في الام المسيح، والواحد قاعد خاشع كده. وفي حياه ثانيه يخرج بره الكنيسه، اهلا ازيك يا فلان، راح اللي عمله راح. خليك بره الكنيسه زي جوه الكنيسه، ابعد شويه. والواحد قال لك اهلا، قول له سكتتي جوه، يبتدي هو ياخد باله، يبتدي ياخد باله. بس كلمه نقول لكم ما تنفذوش حرفيا، يعني بحكم كده. خليك بره الكنيسه ماسك نفسك زي ما انت جوه الكنيسه ماسك نفسك. بلاش طياشه الفكر، بلاش طياشه الحواس، بلاش طياشة اللسان، بلاش طياشة الجسد في المقابلات والتمشي في الأرض والجولان فيه. قول أنا عايز أقعد الأسبوع ده مع ربنا. مش فاضي اقعد بعد دروسك إذا كنت تلميذ، لكن خصص أوقات لربنا وابعد عن الكلام الكتير، الكلام الكتير والمقابلات الكتيرة بتشتت التفكير في ربنا وفي اسبوع الالام. وبلاش المرح، خدوا لكم ضحك من يوم الثلاثه اللي جايين لغايه لما تبطلوا، بعد كده تقول خلاص ومالكوش دعوه بالصعيده في اسبوع الالام. خليكم بعاد عنهم. صدقوني معروف عن الصعيدة الجدية ناس جد، لكن انتوا بتاخدوهم من الضحك، فخل افتكروا الجد بتاعهم وملكوش دعوة ايه بالضحك بتاعهم. مفروض في اسبوع الالام مش بس التفكير في الام المسيح، ده انت مفروض تعرف ان الام المسيح كلها بسبب خطاياك، فتفتكر في خطاياك التي حملها المسيح من أجلك، والخطايا اللي لسه بترتكبها وعايز تحملها للمسيح تاني، وتقول له يا رب كل ما حملته من صليب ثقيل هو من عندي، والأشواك اللي عندك دي بسببي، والمسامير دي بسببي، والإهانات واللطمات دي بسببي، بل هذا التجسد كله
وعملية الآلام بتاعتك دي كلها بسبب، فتبتدي تحزن على خطاياك التي سببت آلام المسيح. ولذلك المسيح لما بكت عليه بنات أورشليم قال لهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. فما تفتكرش ان يعني المسيح هو المتألم وانت اللي يعني بتجامله وتشترك معه كده مجاملة والأعزاء، لا، ده آلامه بسببك انت، بسبب خطاياك، بسبب خطاياك. جمع كل خطاياك من اول ما اتولدت وحطهم على صليب المسيح. تعال في يوم الجمعة الكبيرة اللي بيضربوا فيها مطانيات وافتكر كل خطاياك، وهم بيضربوا مطانيات كل مطانية تضربها تفتكر تفتكر تفتكر، وما كانش بالفرد يبقى بالجملة. يعني ايه بالجملة؟ يعني خطايا الغضب بالجملة، خطايا الإدانة بالجملة، بس نوعيات كده تقدر تقولها. تقصيرا في العبادة بالجملة، أفكارك، حواسك، نذورك اللي ما قدمتهاش لربنا برضو تفتكرها وتقول يا رب ساعدني إن أنا أوفيها. لو حاسبت نفسك حساب كويس هتقدر تضرب مطانيات بروحانية يوم جمعة كبير، وهتقدر تتناول باستحقاق يوم خميس العهد، وهتقدر تشترك في الآلام ليس تصنعا ولا تظاهرا وإنما بجد من كل قلبك خلال أسبوع الآلام. شوفوا توبة نينوى وقعت كفهم وصومهم كان ازاي. مفروض أسبوع الآلام يكون أقوى. في أسبوع الآلام أيضا إحنا كلنا بنتتبع خطوات المسيح يوم بيوم يوم بيوم. من بعد ما رفض الملك في يوم حد الزعف والناس عرفوا إن مملكته ليست من هذا العالم وخابت آمالهم في الحكم الأرضي وحسدوه على محبة الناس وفكروا في التخلص منه، وبدأت القصة تبتدي أنت تخرج مع المسيح خارج المحلة وتتتبع خطواته. ولذلك القراءات المقدسة في أيام البسخة بتبقى مترتبة على حوادث المسيح يوم بيوم، بل أحيانا ساعة بساعة، بل لحظة بلحظة. كل في كتب كثيرة تأملات في أسبوع الآلام، وفي كتب كثيرة عن القراءات بتاعة أسبوع الآلام، سواء قراءات من الإنجيل أو من المزامير أو من الطروحات. وكل خدها مجال لتأمل عشان تعيش في أحداث هذا الأسبوع، تعيش في أحداث هذا الأسبوع. يوم ابن النازل العام اللي بعد حد الزعف قول يا رب أنا ضامن أحسن تجرى حاجة، أنا هبتدي دلوقتي كما لو كنت بحضر يصلوا علي بالحياة قبليه، وتاخد الجناز ده كأنه عليك، وتسلك كما لو كان إنسان بيموت على العالم. كل يوم خد تأملاته. في يوم حد الزعف افتكر المسيح ازاي يملك على قلبك، وازاي انت ما ملكتوش، وازاي اردت ملك ارضي، وان السيد المسيح جاي يخلصك من عبودية الرومان ولا يرجع لك ملك ارضي. يقول له لا، انت رفضت الملك وانا ارفض مثلك.
استفيد من طقوس أسبوع الآلام ومن التأملات التي فيه، استفيد من الأيقونات بتاعت الآلام، استفيد من الستائر السوداء، استفيد من الألحان بتاعت أسبوع الآلام. الألحان مشبعة جدا جدا، ياريت مش بس تعيش في هذه الألحان بقلبك في الكنيسة، في البيت برضو. لما تقعد في البيت كده وتقول لحن أنيب ميلي اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك، لما تقول أبيوس الحزيني، لما تقول كبرت، لما تقول أي لحن من الألحان المعروفة بتاعت أسبوع الآلام سواء الكبيرة أو الصغيرة، تعيش في الجو ده بقلبك. الألحان أيضا غذاء قوي يفيد الإنسان في أسبوع الآلام، يفيدك الألحان وتفيدك القراءات وتفيدك المناسبات المقدسة وتفيدك الصلوات. خلي ليك صلواتك، صحيح ما فيش صلوات أجبية في أسبوع الآلام، لكن خلي ليك صلواتك الخاصة القلبية. ابتدي درب نفسك في أسبوع الآلام على الصلوات الخاصة القلبية التي تقولها من أعماقك وتختار ألفاظها اللي تناسب حالك. أو ما فيش صلوات محفوظة، تقول صلواتك أنت وتقول اعترافاتك لربنا طول ما انت موجود في أسبوع الآلام. أنا يا رب أهنتك، أنا جرحتك، أنت جرحت في بيت أحبائك. تمشي معاه واحدة واحدة في صلواتك الخاصة أو الصلوات القصيرة المتكررة أو بعض الصلوات المقتبسة من أسبوع الآلام ومن روحياته. في أسبوع الآلام تفتكر الألم ولذة الألم وبركة الألم وأكاليل الألم. في أيامك العادية بتفتكر لذة الحياة الدنيا ولذة الجسد والعين وتعظم المعيشة والأخطاء اللي بيقع فيها الناس، لكن في أسبوع الآلام الواحد يفتكر لذة الألم، يفتكر كم تألم المسيح من أجله وكم تألم الناس من أجل المسيح وكيف ينبغي أن نشترك معه في آلامه وإيه مجد الألم. إن كنا نتألم معه نبقى نتمجد معه. إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، فترتفع فوق مستوى لذات العالم ولذات الجسد وتحاول إنك تدخل في لذة الألم. تفتكر إن المسيح في آلامه بيقول الكتاب من أجل السرور الموضوع أمامه استهان بالخزي حاملا الصليب. السرور الموضوع أمامه، أكبر سرور للمسيح كان في انه يصعد على الصليب ليخلص العالم. وان كنت ترى ان السيد المسيح تألم من اجل الاخرين فاسأل نفسك هذا السؤال: اي ألم انا تحملت من اجل غيري او انا مستعد اتحمله من اجل غيري؟ وايضا اي ألم اتحمله من اجل الله او مستعد ان انا اتحمله من اجل الله؟ وهكذا تلوم نفسك على فترات التذمر والشكوى وعدم الاحتمال وعدم الصبر وعدم الرضا بالألم
بل السخط عليه. واجعل كل ألم يصيبك سبب في تنقية نفسك. في ناس بياخدوا الآلام علشان يحزنوا بسببها، يتضايقوا بسببها، يتزمروا بسببها، مبررين ذواتهم. لكن الإنسان اللي يستفيد من الألم لأجل تنقية نفسه يخرج كويس. ده الآباء كانوا لما بيجيلهمش آلام كانوا بيجيبوا آلام لأنفسهم ويدخلوا من الباب ضيق علشان يصلوا إلى الله. تذكر أيضا أن السيد المسيح في آلامه ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. اسأل نفسك كم مرة فتحت فاك واتضايقت وزعقت على الناس وعلى ربنا حتى؟ ليه ربنا بيعاملني كده؟ ليه الناس بيعاملوني كده؟ ليه أبونا بيعاملني كده؟ ليه الكنيسة؟ حكاية مش ناوية تجيب تنتهي على خير. كل ألم بيجيب لك شكوى، بيجيب لك تذمر، بيجيب لك ضيقة جوانية. ليه كده؟ ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاء كشاة تساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزير هكذا لم يفتح فاء. بل إن المسيح تألم وغفر لصالبيه والتمس لهم العذر وقال يا أبتاه اغفر لهم. فطبق على نفسك وقول هل أنا في ألامي من هذا النوع؟ هل أنا أحتفل بآلام المسيح دون أن أتشبه بالمسيح في آلامه؟ مفروض أن أنا أتشبه به في آلامه. وفي نوعيات للألم تصيب الإنسان، كل واحد له صليبه الخاص وكل واحد له آلامه الخاصة. يا ريت آلامنا نقدمها لربنا كذبيحة مرضية أمامه وتبقى جزء من عبادتنا. في أسبوع الألم أيضا ينبغي أن تسلك في هذا الأسبوع بنسك، نسك شديد لدرجة معينة من الصوم غير الأيام العادية. في ناس كتير في أسبوع الألم بيصوموه بالمية والملح، وناس يترفهوا أكتر شوية فياخدوها بالخبز والدق. لكن ناس في أسبوع الآلام يبقى طبيخ أو حلويات، لا، لا يأكلون شيئا حلوا على الإطلاق في أسبوع الآلام. لا حلوى طحنية ولا عسل أسود ولا عسل أبيض ولا فاكهة ولا أي حاجة ولا أزأزة من الأزأزة دي، مفيش. أي شيء أنت بتشتهيه تبعد عنه. دانيال النبي لما صام قال لم آكل شيء طعاما شهيا، أي طعام شهي. وكل واحد طبعا يعرف ايه اللي بيحبه في الاطعمة، يعني جايز واحد الطعمية السخنة دي يبقى طعمها كده وحتى بتشتهيه، هتقول لي طعمية ومركزها في المجتمع ايه؟ لا، جايز مركزها في بقك انت ايه وطعمها عندك ايه. هو احسن حاجة الخبز والملح. زمان ما كانوش بياكلوا شيء مطبوخ،
زمان ما كانوش بياكلوا شيء مطبوخ. وبعدين لما ضعف البعض بقوا يطبخوا نابة يحطوا الفرن يسلقوه علشان ما يعملش ما ياخدش وقت، لكن برضو النابة الطبيخ برضو يعني طبيخ. هتقول ايه؟ انا اترك امر الصوم لاحتمالكم الخاص، بس بقول لكم اللي بيحصل يعني لاحتمالكم الخاص ولتعودكم ولمنشورة اباء اعترافكم، ومش هقول لكم حاجة خصوصية لكل فرد، لكن عموما لا تأكلوا شيئا حلوا في مذاقه في هذا الأسبوع. والانقطاع، درجة الانقطاع تكون مرتفعة. في ناس بيطلوا أيام في الصوم ما تقدروش على الأقل أثناء النهار ما تاكلوش. عارفين إن قال لم تبصدني الشمس قاتلا على الأقل نفذوها في أسبوع الأمام. بس هنا أقول نصيحة بسيطة، مش تيجي الزوجة وتقول لجوزها ده البابا قال لنا مفيش طبيخ يمسكها يرمها وبعدين تقول دي آلام يا رب من أجل المسيح وشارك في آلام المسيح. لا، كل واحد يصوم بطريقته الخاصة ولا يفرض طريقته على الآخرين، ولا يفرض طريقته على الآخرين، ولا يلوم الآخرين ولا يدينهم في طريقتهم. كل واحد هو وطريقته. جايز انت ربنا مديك شوية صحة غيرك ما عندوش، جايز ربنا مديك شوية احتمال غيرك ما عندوش، جايز ربنا مديك شوية نعمة في الصوم غيرك ما عندوش، فما تلومش غيرك. وإلا لومك لغيرك وإدانتك لغيرك تبقى خطية جديدة بتحطها على صليب المسيح برضه في أسبوع الألام. من خطية الإدانة دي عايزة مغفرة يا رخ. المهم إن الإنسان في أسبوع الألام يسلك بنسك شديد، وإذا شعرت بالجوع احتمل الجوع. مبدأ الجوع في الصيام مبدأ لطيف، وكل ما تحتمل الجوع تبقى دخلت في الصوم الحقيقي. الصوم مش مجرد نبات ولا مجرد انقطاع، كلمة دقيقة جدا قيلت عن السيد المسيح انه جاع اخيرا، يعني فضل ماشي في الصوم لغاية لما دخل في الجوع في مرحلة الجوع. وقيل عن بطرس جاع واشتهى أن يأكل، لكن المسيح ما قلش عنه اشتهى أن يأكل، جاع وبس. فياريت تجرب الجوع واحتمال الجوع والصبر عن الجوع والاستمرار في الجوع، الدخول في مرحلة الجوع والصبر على الجوع واحتماله والاستمرار فيه. وكل ما يجي لك شعور انك عايز تاكل ومش دلوقتي ناجلها، طب بعد ما نخلص الصلوات دي، بعد ما نخلص الكنيسه، بعد ما نخلص المؤتمرات، بعد ما نخلص قرايه الكتاب ونشتد عليك الجوع، تقول لنفسك بقى واحد خاطي زيك عمل كذا وكذا ده ياكل ده؟ لا تاكل، لا، ليكن الجوع عقابا ليك على خطاياك. واحد زيك تنعم جسده مثلا يجي دلوقتي ياكل ده بعدك، تقول لنفسك كده. لو انت استطعت تربي نفسك في اسبوع الالام، امال هتربيها امتى؟ اوصل لمرحله الجوع واحتماله والاستمرار فيه. و
وكل مناسبة في أسبوع الآلام خذ منها تأملا خاصا. هتلاقي كلام كتير جدا وأحداث كتيرة جدا خلال أسبوع الآلام. تلاقي في أسبوع الآلام سيد المسيح ببكة الكتب والفريسيين والأخطاء الناس دول عندنا وهنا زي دول، ببكة الكرامين الأربياء تقول أهنا زي دول، بيلعن شجرة التين التي لم تعطي ثمرا تقول أهنا زي شجرة التين دي. طبق كل حاجة وادخل في تأملات خاصة بيها. تلاقي المسيح بيتكلم عن المجيء الثاني قول يا ريتني أستعد لهذا المجيء. يوم خميس العهد استفيد منه. أقدس قداس في السماء، طبعا كل القداسات درجة واحدة، لكن هذا القداس بالذات هو أصل جميع القداسات، وهو القداس الأول في تاريخ الكنيسة، وهو العهد الأول الذي أعطي لنا من السيد المسيح أن احنا نتناول جسده ونشرب دمه. وله ذكريات للمسيح مع تلاميذه. تلاقي قبل ما يتناولوا غسل أرجلهم وقال لهم أنتم الآن طاهرون، والبس مفروض أني أنا أكون طاهر قبل التناول وأغسل قلبي من جوه مش بس رجلي من بره. مش كل واحد في خميس العهد همه انه يجيب ازازة ويتزاحم وعايز الازازة المليانة مية يصلوا عليها ويتخانق مع ده وده ويخش في الصفوف. الحاجات دي اخبروا عنها. ادخلوا في روحانية هذه الايام وفي روحانية كل طقس من طقوس الكنيسة وفي تأملات كل طقس من طقوس الكنيسة. خذوا الروحيات اللي موجودة في هذا الأسبوع، خذوا الرموز اللي موجودة فيه. تتذكر في الفصح الأول إنهم أكلوا الفصح على أعشاب مرة متذكرين خطاياهم التي تسببت في مجيئهم لأرض مصر وعبوديتهم فيها. قل أنا أيضا أتناول الفصح على أعشاب مرة، ولتكن هذه الأعشاب المرة هي تبكيتك لنفسك وشعورك بعدم الاستحقاق وتذكرك لخطاياك. وقل لولا خطاياي ما صلب المسيح وما كان الفصح. إن لم تستطع أن تدين غيرك كما ينبغي فعلى الأقل لا تدين الآخرين. قل في أسبوع الآلام بنتذكر إن السيد المسيح جه يخلص الناس مش جه يدين الناس. قال لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. منين ما يجي لك فكر إدانة؟ قل إذا كان المسيح نفسه هو الديان العاد ليقول لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم، أنا أقعد أدين. كل ما يجي لك فكر خطيئة عن إنسان قل يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. لكن مش تقعد تنهش في الناس وتقول احنا في أسبوع آلام. في أسبوع الآلام لا تكن أنت سبب آلام لأحد، لا تكن أنت سبب آلام لأحد. إن كان المسيح قد حمل خطايا العالم كله في يوم الجمعة الكبيرة فقل لنفسك ينبغي أن أحتمل أنا أيضا أخطاء الآخرين، ينبغي أني أحتمل خطايا الآخرين. يوم الجمعة الكبيرة ده يوم الناس بيقعدوا فيه في الكنيسة من صباحا للمغرب، وبعد المغرب يدوبك يستريحوا شوية ويبتدوا في نيمة أبو غرامسيس، نيمة أبوكاليبس، يقروا سفر الرؤيا، يقروا التسابيح،
يتناولوا الصبح يقضوا الليله في الكنيسه. ايام عجيبه جدا لو ما استفدتوش منها هتندموا عليها لما تخشوا في الخمسين وتلاقوا فترة طويلة في الخمسين تقولوا فين وطنية أسبوع الألام، فين تأملات أسبوع الألام، فين صيام أسبوع الألام.